علي محمد. محمد سمعنا صوت. احنا عندنا في البيت، فلما حتى لما بنادي يا ابا ابا دي للباباك، اما امه دي لامك، فبتنادي عليها، فهي بنتعامل كده يعني. بس لما يطلع برا او يروح المدرسه فبيتعلم العربي، ما فيش مشكله. الواد اتطور بقى. الطوب اللي معمول بيه هو مزيج ما بين الطين والملح، فان انت ترجعي تستخدمي نفس المواد اللي موجودة في الطبيعة لترميم قلعة لها رمز في العادات والتقاليد والتراث الثقافي وحماية أهل سيوة، هو ده الفكرة. ان انت النهاردة